الشيطان. الناصر فرج ابن برقوق ابن أنس. أنس ده كان راجل من قبائل القبجاك تركيا جركسية. وهب ابنه برقوق ليه او باعه للسلاطين السلطان المملوكي في مصر. برقوق وصل للامير يلبوغا العمري. تمام. يلبوغا العمري كان من مماليك السلطان الناصر حسن. تمام. كان من بوادر برقوق ان هو عشان يوصل للحكم في مصر ما تنقلش مثلا 7-8 سنين، فتره قليله قوي، من مجرد مملوك من الابلاب يوصل للسلطانه مره واحده، يعني اتنقل بسرعه البرق. حتى المؤرخين وهم بيحكوا عنه طبعا الى جانب ان هو شخصيته محترمه نوعا ما، الا انهم اتعجبوا من صعوده الصاروخي من كمملوك عادي يوصل لأتابك، يوصل لقائد الجيش، يوصل لكذا، لحد ما وصل للسلطنة. تمام. برقوق كان فيه ميزة، الحكمة والدهاء، عكس ابنه فرج ابن برقوق اللي بنى المدرسة دي. كان مشكلته ان هو أرعن جدا، ما عندوش سيطرة على شهواته، كان دائم ان هو يبقى ماسك كوز الخمرة ويطلع يتطور عادي على المماليك بتاعه. اول ما حكم قعد تقريبا حوالي سنة، حصل موقف غريب قوي ان هو كان موجود في القاعة بتاعت القلعة فوق، وكانوا سهرانين بيفرفشوا مع بعض، سهرة حمراء ولا خضراء. فكان في فسقين، قام وقف قدامها وراح رامي نفسه فيه النافورة دي. طبعا الناس اللي بتهجس معاه او اللي بتهيص معاه عملوا ايه بقى لما شافوه نط في النافوره او في الفسقيه دي؟ هي راحوا نطين وراه. اتفاجئ برقوق ان في فرج ان في ايد اتمدت من تحت الميه وبتشده تغرق. لولا يعني الناس اللي معاه لحقوا او خدوا بالهم ان ده بيغرق، السلطان لحقوه بتاعه وخرجوه، بس الموقف نفسيا اثر في فرج قوي. يتعدل؟ لا. كلم الاتابك تغري بردي اللي هو بالاماره يعني يعتبر واخد ابوه، كان واخد بنته يعني راجل اللي سيبهم. تمام. يعني يعتبر ابو مراد حما ابوه، حما والده، حما ابوه. فتغري بردي كان راجل كبير في السن، مش المؤرخ ده، ابوه تغري بردي والد المؤرخ جمال ابو المحاسن. فقال له لا، انت لازم تستقر شويه وخلي بالك من فلان وخلي بالك من علان وبتاعه. كانت البلد وقتها لسه خارجين من النكسه بتاعه هجوم تيمور لانك في حلب ودمشق. فالاستاذ فرج عمل حاجه غريبه جدا، صحي الصبح في القلعه ما كانوش، اختفى تماما. بعدها بسنة كانوا هم جابوا أخوه عبد العزيز، جه هو ظهر تاني وراح مسترد السلطنة. حصلت مناوشات ما بينه وما بين المؤيد شيخ، كان نائب الشام ساعتها. في فترة الولاية الأولانية كان مجرد ما هو ولي طرابلس، ومؤيد شيخ طبعا عمل معاهم مشكلة، وإزاي إن أنت تبقى كده، ولأ أصل السلطان ضعيف، لأ مش عارف إيه، وابتدى كل واحد يطلع بكلمة. المهم حصلت حرب ما بين المؤيد شيخ ونوابه الشام ضد مين؟ ملك مصر، لحد ما انتقل لدمشق ومات هنا، أو بمعنى صح قتلوه هناك، لأن المماليك اتجمعت عليه واغتالوه في وسط المعسكر بتاعه، لأن نتيجة إن كان بيطلع سكران وبيطوح، فالحتة دي كانت عاملة أزمة نفسية ما بين، يعني أنت سايبني رايح أحارب وانت قاعد هنا بتسكر بينه وبين مماليكه، يعني بينه وبين رجال حاجز نفسي، وابتدت رجالته تهرب تروح لنواب الشام او المعسكر الثاني. خلاص بقى عرفنا منك، يعني انت ده من شده حبه للخمره او من كتر ما بيشرب خمره، اسعار الخمره غليت، يعني تخيلي من كتر الحفلات اللي كان بيعملها، الماجنه اللي كان بيعملها، حاجه فظيعه. كان نقيض تماما مع والده، يعني ابوه برضو على فكره في مره كان لسه متولي السلطنه وعمل حفله
لدرجة من شدة البذخ اللي فيها كان مش عارف ده بحكم حوالي 1000 حاجة يعني 1000 بقرة وبتاع وخروف مش عارف كم 500 خروف على كم حصان وحب يهيص بقى ويجيب خموره وبتاع فالمشايخ قالوا له لا كده انت بعدت عن سكة ربنا فالراجل احترم نفسه ايه التزم يعني كان هيجيب خمرة بقى وتبقى سهرة فلاني لا انت كده ايه لكن استمع لصوت العقل يعني طبعا بالظبط فهنا اللي يميز بالظبط اللي يميز برقوق ان هو كان في حتة الرياسة شوية يعني في رياسته او في حكمته كان متفوق عن ابنه طبعا فرق السن وفرق التربية فالمدرسة لما جه عملها يقال ان هو نقل جثه ابوه من المقبره او التربه الصوفيه اللي موجوده خارج باب النصر وجابها هنا وفي اقاويل ثانيه بتقول لا ان هو مدفون هنا طبعا كل اللي يحكم في الموقف دوت ان في شاهد قبر مكتوب عليه اسم الظاهر مرقوق موجود في المكان لكن الناصر فرج ابن مرقوق ما اتدفنش جثته ما رجعتش من الشارع طبعا المدرسه زي ما انتم شايفين او قلنا ان عندها اربع ابواب لاربع مذاهب ده كسكن اللي فيه غرف موجودة فوق في الدور اللي فوق طبعا عندنا ما شاء الله فوق كان فيه ثلاث ادوار او دورين تقريبا لا ثلاثة موجودين الثلاث ادوار دول سكن للطلبة ومخازن للمعيشة بتاعتهم والأساتذة بتاعتهم والمربين بتوعهم والطباخين و الى جانب ان المكان بيبقى ملحق فيه حمام للاستحمام بيبقى ملحق بيه مطبخ للطبيخ بيبقى فيه دكاترة بتيجي تكشف على الطلبة كان بيبقى فيه الناس اللي هم مختصين بالنظافة الناس اللي مختصين بقراءة القرآن أي قبة من دولة يعني دي القبة اللي فيها الرجال دي كان بيبقى فيها المتوسط مثلا هقول على الأقل 6 نفار للنهار يقروا قرآن فوق القبر دي شغلتهم قراءة القرآن في ناس بتوع البخور بيلفوا في ناس بتكنس بالنسبه للاسبله هنلاقي هنا في المدرسه في سبيلين واحد على اليمين واحد على الشمال من امام الواجهه السبيل بيبقى عليه مجموعه ناس بقى كل سبيل فيه ناس مختصه بيه عندنا من بدايه المواضيع النظافه بتاعه الصهريج او الخزان بتاع الميه ده بيبقى المزملاتي بيبقى معاه مساعدين اختصاصهم ان هم يغسلوا الخزان او الصهريج بيه الزعفران والشابة والمواد الكيماوية اللي تطهر الخزان بعد كده بنلاقي فوق في السبيل بنلاقي الأخ المسبلاتي المسبلاتي مش من التسبيل بتاعي لا ان هو عشان بيبقى واقف على شباك السبيل او تسبيل الناس للسقيا للشرب السبيل كان طبعا بيشارك في الاحتفالات ان لو في حد عنده حاجة لله مية بسكر او حاجة محلاة بيطلعها الرجل بيطلعها معه المية طبعا للشرب من شروط التسبيل ان الرجل ده لازم يبقى بشوش وشه حلو بيضحك لبسه نظيف منظره كويس بس